أحسن الله إليكم، ميم صاد البدري يقول: هل تشرع الزيارة والصلة لقريب لا يهتم بمن يأتي؟ نعم، زيارة المسلم هذه مشروعة، ولو كان المريض لا يهتم بمن يأتي له حق فيزار. من حقوق المسلم على المسلم إذا مرض أن يعوده، وإذا مرض فعوده، كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.